أهم النقاط التي تم عليها الإجماع هي النقاط التي ذكرت، هو وحدة الصف دول المنتدى وضرورة الوعي بمصالحها والدفاع عنها. وتم الاعتماد هذا الإعلان على مستوى الوزراء بعد أن تم اعتماده أمس على مستوى الخبراء، وغدا سيعرض بين يدي قادة الدول الذين أعتقد سيكون حضورهم حضور متميز، نظرا لأن لعدة أسباب، منها أولا أن المنتدى اكتسب أهمية كبيرة جدا. أذكر أنه أن المنتدى يضم أكثر من 70% من إنتاج الغاز العالمي وأكثر من ذلك في الاحتياطات. إذن الحضور الدولي لهذه القمة كان حضور مميز وكبير جدا. القرارات سيكون لها ما بعدها، ولا شك أن للجزائر كدولة مضيفة الدور البارز والحاسم في إضفاء الأهمية القصوى لهذا المنتشر.